فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يستحب للرجل أن يتوضأ في بيته وأن يحسن وضوءه وأن ينوي الخروج إلى المسجد، وإذا قال صلى الله عليه وسلم ثم خرج عامدا أي قاصدا. لماذا يستحب أن ينوي الخروج إلى المسجد من بيته؟ لأنه منذ أن ينوي يكتب من المصلين، منذ أن ينوي يكتب من المصلين وتكتب له الحسنات، فيستحب أن تكون النية من بيته، وأن يخرج إلى الصلاة بسكينة ووقار، وأن لا يشبك بين أصابعه حتى يصل إلى المسجد. نعم. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، إذا وصل المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى، السنة أن يقدم رجله اليمنى ويقول هذا الذكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم في الصحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ولحديث فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال ابن تيمية روي من وجوه متعددة وصححه الألباني، وضعف بعض العلماء جملة اغفر لي ذنوبي. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، أي حديث فاطمة التي ذكرناه. وقد ذكرنا الأدلة على الأمرين، على أنه إذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الذكر بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك من فضله. ومن ضعف جملة اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. نعم.